لماذا نبدأ الصلاة بالتسبيح؟ لماذا نبدأ الصلاة بالتسبيح؟ لماذا نبدأ بالتنزيه؟ لماذا نبدأ هذه الصلاة بقولنا سبحانك اللهم، سبحانك اللهم وبحمدك؟ لماذا نبتدئ هذه العبادة؟ أول عمل من الأعمال القولية هو التسبيح، نقول سبحانك اللهم تنزهت اللهم. وذلك أن الإنسان عندما ينزه الله تبارك وتعالى، عندما يأتي يقوم بأي عمل من الأعمال، أمره الله سبحانه وتعالى بها: لا تظنن أن الله محتاج ومفتقر إلى عبادتك، تعاليت يا رب وتنزهت، تعاليت يا رب وتنزهت، أنا أقوم وأصلي، ولكن أبدأ بالتسبيح، لأن الله عندما أمرني بذلك غير محتاج لهذه العبادة وغير مفتقر إليها. فتنزه الله تبارك وتعالى: سبحانك تنزهت من أن تكون محتاجا لهذه الوقفة ومن محتاجا لهذه العبادة مني، إنما هذه العبادة إنما يرجع صالحها إلي. والله سبحانه وتعالى: لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه، من أطاعه. اللهم إنك لن تطاع إلا بعلمك ولن تعصى إلا بحلمك. الله سبحانه وتعالى حليم يمهل، ولكنه إذا أخذ عزيز مقتدر. إن الله لا يعجل كعجلة أحدكم، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه أخذة أليمة، إن أخذه أليم شديد. ولهذا قال العلماء إن الإنسان إذا ارتكب جريمة من الجرائم وكثيرة من كبائر الذنوب وأنسي إليه في الأجل لم ينتقم الله تبارك وتعالى منه، فليعلم أن هناك يعني أمرا عظيما يراد به، فليتدارك نفسه، لا يقول بأن الله غافل فعلت هذه والحمد لله ما صابني شيء، لا يقول أن الله غافل، يقول لا، انتظر ينتظرك في الأمام شيء إن لم تتدارك نفسك. فيأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، يأخذه أخذة لا يفلته منها، عندما تنتهي فرص النجاة لديه لإمهال فرعون. قتل الإنسانية، قتل البشرية، أمهله الله. لا تقيس نفسك بفرعون، قد يقول قائل أنا أفعل ولو 5 معاصي كبيرة أو ما شابه ذلك، أعصي الله سبحانه وتعالى ثم أتوب. ما هو الضمان اتخذتم عند الله عهدا؟ ما هو الضمان أنك تبقى إلى أن تتوب؟ ونحن ذكرنا في القصة التي حكيناها في رمضان عن ذلكم الشاب الذي أسرف على نفسه، والناس ينصحون وإخوانه ينصحونه وقرابته ينصحونه، يقولون له تب إلى الله يا هذا، تب إلى الله، وهو مسرف على نفسه. ماذا كان يرد عليهم؟ يرد عليهم يقول: لما يأتي رمضان سأتوب توبة نصوحة، أما الآن أريد أن أتمتع، بعد ما أترك معصية إلا وأرتكبها حتى أني عاد أتوب مرة توبة قوية، يعني لا أرجع. فكان يتعاطى وكان يفعل وكان وكان وكان. في ليلة 29 من شعبان عرض له حادث فتمزق. الله سبحانه وتعالى ليس بغافل، تمزق. فلهذا الإنسان عليه أن لا يسوف في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى غير محتاج إلى هذه. ولهذا نبدأ بالتسبيح، نبدأ سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، تنزهت يا ربنا عن أن تكون محتاجا لهذه العبادة ولهذه الوقفة.